دولة والاستقلال والتحرر لكل الفلسطينيين ضمن وحدة الأراضي الفلسطينية. والمسألة الثانية المباشرة اللي لها علاقة بضغط أهلنا في غزة للهجرة، والموضوع الثالث اللي هو موضوع المعتقلين الإسرائيليين اللي موجودين عند إخواننا في الفصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة. سيادة الآن الفريق هذه، اتفضل نعم اتفضل اكمل اكمل سيادة الفريق اتفضل. هذه بالتأكيد هي الأولوية المعلنة لهذا الاحتلال، ولكن حقيقة إنه هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية آخر اهتماماتها هو إنهاء ملف الأسرى والمعتقلين عند الطرفين، لأنه منطق الصراع ومنطق حتى آفاق المستقبل اللي له علاقة بإقامة الدولة الفلسطينية يقتضي أن يكون هناك إغلاق لملف الاعتقال من جانب الإسرائيليين. إحنا الآن يعني عندنا على الأقل الموثق عندنا حوالي 12 ألف، ولكن في هناك آلاف مخطوفين غير موثقين عندنا، ويعتقد أنه جزء منهم كمان انتقلوا إلى رحمته تعالى، سواء كان بفعل التعذيب أو حتى بفعل التصفية الجسدية المباشرة من هذا الاحتلال. فمن هون حل هذا الموضوع لا يمكن أن يكون له ارتدادات وتداعيات إيجابية. وأنا بقول هون للأطراف العربية والدولية المعنية ما زالت بحل اللي فيه إقامة دولة للفلسطينيين إلا بإغلاق هذا الملف بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين مقابل عودة الأسرى أو المعتقلين اللي موجودين في قطاع غزة. سيادة هذا الفريق هو، نعم سيادة الفريق، في حال إقدام نتنياهو وهو مصمم على ذلك، على اجتياح رفح، كيف تتوقع سيناريو التهجير؟ هو يريد أن يدفع بالفلسطينيين إلى الحدود المصرية بهدف تصفية القضية الفلسطينية. يا سيدي، يعني أولا شوف، نتنياهو يجهل هاي الطينة الوطنية الفلسطينية المتشبثة في هذه الأرض، هو يجهل هذا العملاق اللي عم بيعيش في غزة في ظروف قاسية وصعبة من 67 إلى الآن، ولكن على الأقل على مدار 17 سنة من الحصار وحوالي 6 حروب، ومع كل ذلك هذا الإنسان الفلسطيني النموذج القدوي اللي أعتقد قناعته وإيمانه وصموده هي كانت الطاغية في حياته على مدار سنوات هذا الاحتلال. فمن هون نتنياهو واضح أنه هو، وإحنا بنأمل بأنه يعني حجم الضحايا وحجم الشهداء وحجم الدمار، ومع كل ذلك الفلسطيني في غزة ما زال يبتسم وما زال يعيش على الأمل وما زال واثق ومؤمن بأنه هو آجلا أو عاجلا ما إله إلا فلسطين وما إله إلا غزة ورفح وجباليا وإلى آخره. الموضوع الثاني كمان اللي هو هذا الموقف المصري الثابت في موضوع الهجرة والتهجير ومحاولة خلق عناصر ضاغطة داخلية وخارجية وإقليمية ودولية للجم هذا العدوان ولجم عملية الاجتياح. ولكن أكيد إذا هم دخلوا أو طوروا عملية الاجتياح باتجاه رفح، أكيد الناس هناك مش راح يستقبلوهم إلا بالصمود وبالمقاومة وإلى آخره. ومن هون الجرائم والضحايا والدمار راح يكون أكيد أضعاف اللي حصل حتى هذه اللحظة، لأنه حجم الناس اللي موجودين هناك 80 أو 85% من سكان غزة عمليا موجودين في 20% من جغرافية غزة. فبالتأكيد راح تكون هذه وصمة عار أولا في جبين النازيين الجدد اللي بيحكموا في إسرائيل، وثانيا في جبين هذا العالم
وعلى رأسهم أمريكا اللي هي شريكة في هذه الحرب، وبعض الدول الغربية اللي بتحاول تخرج من عقدة جريمة ما ارتكب بحق اليهود في أوروبا، وإحنا كبش الفداء وإحنا اللي بندفع الفاتورة في جريمة إحنا ما كناش جزء منها. وما يقوم به الإسرائيليين هو نفس النسخة اللي مورست في أوروبا من جانب النيازيين بحقهم وبحق غيرهم. فيا سيد العزيز، إحنا بنأمل بأنه الجهود الدولية تنجح في رفع كرت أحمر لهذا الاحتلال لوقف عدوانه على رفح وعلى جباليا وعلى كل الأراضي الفلسطينية، وكمان اللي عم بيحصل في القدس واللي عم بيحصل في طور كرم واللي بيحصل في جنين وفي نابلس وفي كل شبر في الأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67. الهدف منه نفي فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات من الخارطة. هو رايح باتجاه الأسرلي لكل الأراضي الفلسطينية، وللأسف هو عنده هذا الدعم وهي الرعاية السياسية والمالية، سواء كان بشكل مباشر أو من خلال الحماية اللي بتوفرها أمريكا في المحافل الدولية، واللي أخرها الفيتو برفضها بالرغم من حديثه من نظري عن دولة وحل دولتين وإلى آخره لهذا الاحتلال. فمن هون إحنا بنأمل، وإحنا يعني كمان مؤسساتنا وسفاراتنا سواء كان في الأمم المتحدة ولا في جنيف مع المجموعة العربية، وفي هناك لقاءات خلال الأيام القادمة مع جزء من المجموعة العربية، مصر، أردن، قطر، إمارات، السعودية، مع الفلسطينيين، لقاء مع الأوروبيين ولقاء مع بلينكين. وإحنا بنأمل أنه كل هاي الجهود تتوج بقرار من الأمم المتحدة